أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تم التوافق حول العديد من القضايا التي جرت مناقشتها خلال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة تيكاد 8 المنعقدة بتونس، شدد قيس سعيد على ضرورة حصول المواطنين الأفارقة على حقهم في التعليم والصحة. إعلام تونس أكد على الأمن الإنساني في بعضه الشامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتنمية بشرية، والرأس رأس المال الحقيقي الذي لن ينتهي ولن ينضب أبدا هو الرأس المال البشري. لذلك أركز مرة أخرى على التعليم، على التربية، وعلى تمكين كل الشعوب من حقها في التربية وفي التعليم وفي الصحة والمعرفة التي يجب أن نتساوى فيها جميعاً.